منظر عجيب غريب ما شاء الله تبارك الله، أول مرة نشوفه. حنا الآن بعد خريص قبل سعد، تاريخ اليوم 4/4/2019، الساعة 3:30. طلعت من الحساء درجة الحرارة 30، الآن درجة الحرارة 12، يعني خلال ساعة نزلت درجة حرارة 18 درجة. ثلوج بمعنى كلمة ثلوج. هذه الطعوس اللي ورا خريص كلها صارت بيضاء طبعا.